أصدقائي، كما كتشوفوا معنا أمطار غزيرة اليوم الأربعاء في طنجة، اللهم بارك. هذه طنجة الإخوان اليوم كتنزل الشتاء وكتنزل أمطار الخير، اللهم بارك. إذا أزيد أكثر من 6 سوايع كاين الشتاء عندنا اليوم الأربعاء في طنجة، اللهم بارك. نتمنى بالنفع ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وما تنسوا الاخوان، الا كان اول مره كتشاهدني، اشترك في القناه، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. بارطاجيو اخوتي، راه تعطلنا، باش نكون واضح، راه تعطلنا، ما قدرناش نوصلوا 1000 مشترك. مع الاسف الشديد فشلنا في هذا العمل، ما قدرناش نوصلوا 1000 مشترك. اذا خصنا نعاودوا نخدموا ونشتغلوا باش نوصلوا القناة 1000 مشترك. وانتوما الى بغيتو توصلونا 1000 مشترك، راه تبارطاجيو لينا في المواقع الاجتماعي، ودغيا غادي نوصلو 1000 مشترك و 4000 ساعة باش تولي القناة ان شاء الله الى المراجعة ان شاء الله. رجعوا لامطار غزيرة كما كتشوفوا، عزو الامطار غزيرة. امطار غزيرة ماشي امطار مجهدة، ماشي عاصفة رعدية. اذا هاد الشتاء حاليا في شهر 12 في شكل، اللهم بارك، اذا خفيفة ولكن كتخطي امطار غزيرة بطريقة رائعة جدا ممتعة إن شاء الله بحول الله. إذا إذا كانت عاصفة رعدية مجهدة، وربما يقدر غادي نصور لكم أودية في كل مكان، خاص في طنجة، تطوان، شفشاون، أي مكان في الشمال كاين شي واد، غادي نشاركو معكم إن شاء الله على القناة ديالي بزلاف في طنجة. تحياتي، طنجة المغرب.